في مدينة من أكبر مدن دلتا، مدينة المحلة، مدينة اللي بتشتهر بحاجات كتير وأشهرهم نادي غزل المحلة والاستاد المميز بتاعه وبرج الساعة اللي يعتبر تاني أقدم برج ساعة في العالم. في نفس الوقت برضو بتتميز سندوتشات المكرونة. رحنا عشان نجرب سندوتشات المكرونة، تجربة كان نفسي أجربها من زمان. طيب احنا وصلنا غزل المحلة او المحلة الكبرى، غزل المحلة ده النادي. المهم يعني احنا مدينة المحلة دي تالت مدينة تقريبا نزورها النهاردة، وقابلنا احمد من المحلة، هو عايش هنا وفرجنا النهاردة وعايز يودينا نعمل حاجة مختلفة. هناكل ايه؟ سندوتشات مكرونة. مش هتاكلها بكام؟ يعني ايه سندوتشات مكرونة؟ مكرونة مش مكرونة بتتاكل في اطباق. من امتى بقى السندوتشات؟ في المحلة هنا سندوتشات؟ محلوية مختلفين. انت عايش هنا؟ انت اصلا من المحل ها؟ ايوه. تصورونا؟ عايز تصور؟ او ما بقاش باي حاجه تصور بس عادي. حبيبي اسمك ايه؟ اسمي محمود. من هنا محمود؟ من هنا؟ من المحله؟ حبيبي اجدع ناس، انا جاي لك من القاهره بقى ضيوفك. دلوقتي نازلين بقى ايه عشان نجرب على ضمانتك، انا اول مره اكل سندوتش مكرونه. بس عارف طول عمري كنت والله اقول له لماما وبابا انا عايز اكل احط المكرونه في السندوتش، كانوا بيضحكوا عليا. المره دي اهي محلاوية عملوها. صباحي اجمد مطعم سندوتش مكرونه. عندك صاحب المطعم شرفني بقى. اهلا وسهلا. قال لهم صباحي هي والله ده احنا جايين مخصوص. فكره من سندوتش المكرونه يعني هو انت لو قلت من عمرك وقبل عمرك كده كان في برضه في القاهره اللي هي مثلا والدك او الناس اللي في سنك كان في الاماكن اللي هي بدات فيها الكوشن في مصر في القاهره كان برضه الطبقه العماليه كانوا بيستخدموا الكشري ويحطوا في الكشري مكرونه الكشري في يحطوا الكشري في الريف قبل الاطباق ما كانش فيه اطباق وعلب بقى والكلام ده كله الكشري في الطاس في القاهره الطاس بعد كده لما عملوا هم الكلام ده اتطور بقى في علبه وكلام كده او كيس الاول قبل العلبه لكن صحة السندوتش نفس اللي انت عليه سندوتش المكرونه المحلويه اللي بتتم بيه لان في طبقه العماليه حبوا السندوتش وعندكم برضو على علم حاجه زي دي انت ناس حبايب عندهم محلات سندوتش كان برضو بدا سندوتش بالكشري يحطوها في الرغيف لما كان عشان يشبع يعني عامل بوستيا بس يبقى الاثنين يعني ومن هنا بقى كملت والناس حبت سندوتش المكرونه. طبعا احنا في الصباحي الناس ظبطتنا على الاخر والله يعني ربنا يخليك. هو المحل شعبي احنا اصلا لنا فروع بقى اللي هو شغل الكباب ده طيبه ده حاجه ثانيه ده شعبي ده الاصل ها؟ خش يلا بينا سندوتش مكرونه خش خش يلا ابو حميد تسلم تسلم حبيبي اول مره بقى اجرب سندوتش المكرونه مش عارف اقولها عارف اوكي انت بتحضر كاتشب ولا بتاكل ده زبادي بقى ولا طحينه قلت بقى الطحينه مع سندوتش المكرونه رهيب ناس قوي والله رهيب ناس قوي يعني احمد ده يعني حبيبنا والله حبيبي احمد جامد قوي ها ايه ده هو هتفتحوا فرع في القاهره ولا هنجيلكم ولا هنعمل ايه هتنوروا ايوه خلصنا اكل بقى المكرونه الصراحه احمد اختيار موافق احنا جايين مخصوص المحله عشان خلينا نيجي ناكل مكرونه وقد كان الصراحه عشان ده المكرونه اول مره اجربها في حياتي بس كانت جامده قوي نعمل ايه تاني هنا الخطوه الثانيه وقالها هي اللي قصدت من الدولي بيقولوا الدولي جامد دولي جامد جربته قبل كده بيقولوا ان ده احلى قصب احلى قصب في المحل ما تصورش ايوه بعد يوم طويل زرنا في بنها ومنوفيه وخلصنا في المحله اكلنا شويه اكل
اكلنا المكرونه زي ما انتم شفتوا ولفينا مع الشباب. احمد الصراحه شاب جدع هنا، بس ما ظبطش ان احنا نبات عنده، فالمحله كلها ما فيهاش غير فندق واحد. الفندق كان غالي وما يستاهلش. فندق ايه؟ كليوباترا. قررنا ان احنا هنبات في العربيه، عشان ليه؟ لا، معانا عربيه ولازم نستغلها، فهننام شويتين كده. صباح الخير، يوم جديد في سفريتنا الجميله. نمنا في العربيه الساعه 2، فقدرنا ننام 7 ساعات في شوارع المحله موجودين في الشارع. صباح الخير. اجمد نوم. اجمد نوم. والله اجمد نوم. مهم يعني دلوقتي هنتحرك نروح نستكشف مدينه المحله، نروح للاستاد ونفطر من البخل، وبعدين نلف بسرعه كده، وبعد كده نطلع على المدينه اللي بعدها. ايه؟ ايه، جيت زياره ولا جيت؟ جبنا مطعم البغل بقى على طمانة الراجل اللي جنبي ده، لان هو موجود برضه في المنصورة عنده. مهم يعني لومتين ايه ده والله، بس عارف احنا جايبين 6 سندوتشات ب 15 جنيه يا باشا. الدنيا لسه بخير. وبعد كده بقول له عايز ترشي، فديته 5 جنيه، بيقول لي هات جنيه. قلت يمكن والله فاكرها ب6، طلع الكيس بنص جنيه. فيعني الدنيا فيها خير والاكل جميل والله، العيش صبح وكله جميل. وصلنا عند استاد غزل المحله اخيرا. تقريبا اكتر حاجه بحب ازورها لما اجي المحله، واقرب استاد الى قلبي في الدوري المصري كله. الاستاد شكله جميل جدا، في نفس الوقت في مكانه في برج الساعه، تاني ادم برج ساعه في العالم. فاحنا دلوقتي نحاول ننط كده او نستكشف الاستاد، هفرجه لكم بسرعه. بصوا، تحس نفسك داخل ببجي. الاستاد هنا بقى مش بس استاد، هو مبدئيا غزل المحله بيلعبوا في الدوري الممتاز، عندهم برج الساعه، تاني ادم برج ساعه في العالم. اللي عمله هو نفس الشركه اللي عملت بيج بن، كانت رمزه يعني، كانوا عاملينه نفس الفكره بتاع بيج بن ايام الاحتلال الانجليزي سنه 1940. كان ساعتها الشركات الانجليزيه كانت طلعت حرب. المهم برج ورانا صراحه حاجه عظيمه، بقاله سنين كتيره هنا. وبكده تكون جولتنا في مدينة المحلة السريعة تكون انتهت. واحدة من أحلى المدن اللي بحبها الصراحة، ومن أروقها كده وخفيفة وشعبها لذيذ. خلصناها وزرنا كل حاجة، دلوقتي هنطلع على مدينة جديدة في محافظة الغربية، صح؟ وهي مدينة ميت بدر حلاوة. سمعت عنها حاجة قبل كده؟ لا الصراحة ما يعرفش. ميت بدر حلاوة 90% من أهلها تقريبا عايشين في فرنسا، وبيتكلموا كلهم فرنش بطلاقة، وفي ناس بتقول إن هم بيستخدموا اليورو هناك. واحدة من أغنى قرى مصر. خلينا نروح نشوفها في الفيديو الجاي. خليكم معانا، ما تنسوش كالعادة تدعمونا، وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.